صباح الخير يا خامس، كيفكم اليوم؟ اليوم رح نبدأ درس جديد في برنامج إكسل من إدخال البيانات. بأول شيء رح نتعلم كيف نحول لغة عربية لإنجليزية أو بالعكس، وكيف نغير اتجاه الكتابة للصفحة، وبنفس الوقت كيف نبدأ ندخل البيانات. نتذكر مع بعض كيف كنا نشغل برنامج إكسل من ستارت، أول بروجرام، مايكروسوفت أوفيس إكسل. لحتى أغير لغة الكتابة نفتح مع بعض على صفحة 15 إدخال البيانات، بنحكي عن ثنائية اللغة وثنائية الاتجاه، كيف أنا بقدر أعمل لغة عربية إنجليزية أو إنجليزية عربية، وبالعكس اتجاه الكتابة بخليه من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين. بداية حتى أغير لغة الكتابة زي أي برنامج أوفيس ثاني مثلا زي وورد، بغير باللغة العربية من ألت وشفت اليمين، وباللغة الإنجليزية ألت وشفت الشمال. نجرب مع بعض، خليني بس بليز أكبر لكم هذا. نبدأ، هاي ألت وشفت الشمال، اللغة بالإنجليزية من الشمال، وألت وشفت اليمين لغة عربية من اليمين. إذا ألت وشفت الشمال بتعمل كإنجليزية برضو اللغة الإنجليزية برضو بتبلش من الشمال، ألت وشفت اليمين تبدأ لك من اليمين وباللغة العربية، تمام؟ هاي بالنسبة لتغيير اللغة. إذا ألت وشفت اليمين بتغير اللغة للعربية، إذا كانت إنجليزية تغير العربية باتجاه اليمين، وإذا كانت اللغة العربية بتحول إنجليزية ألت وشفت الشمال اليسار اللي هن على يسار الكيبورد. نطلع مع بعض، هي في عنا هون ألت وشفت يمين، ألت وشفت يسار. ألت وشفت اليمين بتحول لك إياها لغة عربية من اليمين تبدأ الكتابة، وألت وشفت اليسار بتحول لك إياها اللغة الإنجليزية تبدأ الكتابة من اليسار. هذا بالنسبة لتحويل اللغة العربية الإنجليزية مع تحويل الاتجاه. اما اذا بدك اتجاه ورقه العمل زي ما انتم شايفين، مثلا هي كولوم A1 اللي هي اول خليه A، بيبدا من الشمال، يعني انا بكتب من الشمال لليمين. اذا بدي احولها بالعكس بروح على بيج layout، هي شيت رايت تو ليفت، صارت رايت تو ليفت، بلشت اول عمود A من اليمين. قبل هي شيت اذا عكستها كيف صارت العمود الاول A من الشمال لليمين. إذا بقدر أعكس اتجاه الصفحة، تبدأ A من هون أو من هون، هو A هو أول عمود، يبدأ من اليمين أو من اليسار. كيف؟ دائما بروح على بيج لاي أوت، إذا أنت الويندوز عندك بالعربي بيكون اسمه تخطيط الصفحة، وبتكون هون في شكل الورقة اللي عليها زي إشارة البلاي اللي هي شيت رايت تو ليفت، مجرد ما أكبسها بتعكس لنا اتجاهها، إذا كانت باليمين بتصير على الشمال، إذا كانت شمال بتصير باليمين. هون بالنسبة للغة الكتابة واتجاه ورقة العمل. نفتح مع بعض على صفحة 16، بدنا نبلش ندخل في البيانات والتنقل بين الخلايا والتعديل. كيف بدخل على البيانات؟ بمجرد ما أنا كبست على أي خلية أي مكان بدي إياه، اتفعلت صارت خلية نشطة. شو بصير اسمها؟ أكتب سيل، خلية نشطة. مجرد ما أنا كبست عليها في أي مكان على الخلية اللي بدي أنا أكتب فيها، وعلى طول هون بكتب الاسم اللي بدي إياه. مثلا بقدر أكتب الصف السادس، تمام؟ سوري الصف الخامس، اوكي. لهيك مجرد ما انا كبست في اي مكان، هاي بس ما بدي اكتب 1 2 3 4 5، مجرد ما انا كبست على الخليه بتصير خليه نشطه وبقدر اكتب عليها اللي بدي اياه. التنقل بين الخلايا في عندنا طريقتين، يا اما انتر، وانتر دائما بينزل شايفين صف لتحت صف لتحت، اما في عندنا كبسه ثانيه على الكيبورد اسمها تاب، دائما بتاخذ شمالنا بتقدر تتنقل للشمال. اذا في عندك انتر دائما بينزل صف لتحت، تاب دائما بيمشي عمود لليسار، هي شايفين كل ما اكبس تاب بيروح اكثر، هي مثلا اذا انا كنت هون هي تاب، شايفين كل ما اكبس تاب بيمشي عمود بعد، عمود بعد مش عمود قبل، يعني ما بيرجع جي اي اتش، لا بيمشي زي هيك اي بي سي دي بترتيبهم، يعني بيعطيك عمود بعد، اما انت صف بعد. اذا كان على 5 او 6 زي ما هو هلا على رو رقم 6 بينزل لتحت، تمام؟ الطريقة الثانية هي الأسهم، هذول الأسهم الثلاث اللي هي فوق وتحت ويمين ويسار، هي فوق وتحت ويمين ويسار، بيتحركوا بكل الطرق. وهذه أول ما أوصل الخريطة فيها بصير أكتب فيها بتكتب، أوكي؟
إذا التنقل عن طريق التاء بنقولنا دائما لعمود بعد، عن طريق الانت بنقول لتحت يعني لصف لتحت، عن طريق الأسهم الأربعة فوق وتحت يمين ويسار، فوق وتحت يمين ويسار. هذول الأسهم. التعديل على البيانات زي ما كأني بعدل على الورد، مثلا أنا هاي الصف الخامس بدي أمسح كلمة الصف، ما بكبس هيك كبسة واحدة عشان بس تدفع الخلية، لا لازم أدخل جوا الخلية نفسها، هيك بكبس كبستين ورا بعض. لما أكبس كبستين صار السهم أو مؤشر الكتابة، آسفة مؤشر الكتابة هاي اللي هي الإشارة النابضة جوا الخلية نفسها، عادي بحدد وبكبس ديليت اللي على الكيبورد، بكبس وبكبس ديليت على الكيبورد أو على إنتر. طب كيف نقدر نكبس على إنتر؟ أنا بدي أمسح بس رقم أربعة، هاي ضل بس أربعة، بكبس ديليت اللي على الكيبورد، أوكي؟ ها ديليت على الكيبورد بتروح، تمام؟ إذا أنا بدي أمسح كل الخلية زي هيك، هاي بكبس عليها من برا وبمسحها، إذا بدي أمسح من جوا الخلية بكبس كبستين عشان يصير مؤشر الكتابة هذا جوا الخلية نفسها، أضل اللي أنا بدي إياه وأمسح، تمام؟ لهون بنكون خلصنا درسنا عن إدخال البيانات، تحليل اللغة، اتجاه الصفحة، اتجاه الكتابة، كيف أنا بدخل البيانات، كيف بتنقل بين الخلايا. بصفي عليك ورقة عمل رقم 5 عملي لازم تعملها، صفحة 17 إذا شايفينها قدامنا هيها، أوكي؟ ورقة عمل 5 اللي موجودة في صفحة 17، تمام يا خمس. لهون بكون خلص درسنا قصير وسريع، بتمنى تعمل ورقة العمل، وإذا عندك أي سؤال بدك تسأله ابعث لي على التطبيق فوراً.